شرطة، ماشي شرط، احنا العاصميات ولا الولايات الثانية؟ ما في العاصمة يلبسوا تاع الولايات الثانية، اوكي، يلبسوا كامل الطبوع. فاحيانا يقعد دايما الكراكو قطعة أساسية، اوكي، تدخل به العروسة في التصديرة ولا تخرج به من دارهم. داكور، يعني بور بريزونتي كو رانا في العاصمة، تمثل العاصمة. تري تري بيان. اليوم رانا نشوفوا كما كان يقول سامي زريا بزاف كلمة ريفيزيتي ريفيزيتي ريفيزيتي. كيفاش راكم انتم كدي ستيليست تحاولوا انكم تحافظوا على التقاليد ولا اللباس التقليدي في ظل هاد لا مودرنيتي ولا في ظل هاد العصر انا اللي راهي تدخل على مختلف الازياء التقليديه؟ والله هي اللمسه العاصميه ولا اللمسات في الولايات الثانيين دائما تقعد، هذيك اللمسه تاع التراديسيون ما نقدروش نبدلوها، ما نقدروش، سيرتو في القطعه الاساسيه اللي هي لا فيست كاراكو. لا فيست كاراكو ما عندكش، ما تبدليش في القصه، بصح في الرشام ثاني شويه تتغيري، ديما ديما تقعد هي الاساس الكراكو لا فيست باينه. نقولوا نقدروا نقولوا من تحت بالك في البونتالون تبدلي شويه، في عود ما ديريه مدور ديريه ان بونتالون كاري عريض، تبدلي شلقه مش شلقه، الحاجه جديده كيما نقولوا احنا سوال الزنقه تاع زمان. انا يعني ما عندناش فريمون حاجه كبيره نبدلوها في لا تيوني تراديسيونيل الجيرواز، غير لا كان خارج الجزائر في اوروبا يحبوا يدخلوا لمسات عصريه كبيره اللي تخرج كامل على لباسنا التقليدي. اه حتكون فيها هكذا غير لمسه خفيفه يبان بلي هذا تيوني تراديسيونيل اجيرواز. اجيرواز كيقولوا هكذا الموتيف صغير يبان هكذا نو؟ لا في التفصيله هي تفصيله، اوكي تفصيله، بصح الا كانت حاجه مرشومه ومخدومه بشعره ولا فتله خلاص هذيك راهي لبسه تقليديه تمثل الجزائر.